بعد ساعات قليلة من التحذيرات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة لإسرائيل من تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ضربت إسرائيل بكل المطالبات والمناشدات عرض الحائط ليعلن الكنيست موافقته بغالبية أعضائه على قرار حظر عمل أونروا في جميع عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة زعمت إسرائيل لتبريرها إلى المجتمع الدولي بأن المنظمة الأممية تم استخدام مدارسها ومستشفياتها ومقارها الرئيسية كقواعد عسكرية من قبل حركة حماس لإطلاق الصواريخ على تل أبيب. التبرير الإسرائيلي لم يقنع المجتمع الدولي الذي انهمرت بياناته المنددة بخطورة تلك الخطوة على تقديم جهود الإغاثة للفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من المجاعة والمرض نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال على سكان القطاع. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من جانبه أكد أن قرار الكنيست ستكون له عواقب وخيمة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيضر بالجهود الدولية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. الأمر ذاته أكده المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني الذي أوضح أن قرار حظر الوكالة الأممية سيزيد من معاناة الفلسطينيين، معتبراً أنه حملة من جانب الاحتلال لتشويه سمعة الوكالة الوحيدة القادرة على تقديم جهود الإغاثة للفلسطينيين. دول أوروبية أيضاً مثل إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا أدانت في بيان مشترك قرار الكنيست بحق أونروا، مؤكدين أنه لا يمكن الاستغناء عن أونروا التي تمثل شريان حياة الفلسطينيين، متعهدين بمواصلة العمل مع الدول والجهات المانحة لضمان استمرارية عمل الوكالة الأممية في تقديم دورها الإنساني. حظر عمل وكالة أونروا جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، فبعد أن قام جيش الاحتلال بقتل وتجويع وتشريد الفلسطينيين في قطاع غزة، يسعى أيضاً لبتر أملهم الوحيد في الحصول على المساعدات الإنسانية.